التحليلية. مؤسس مجموعة فاغنر يعلن تمرداً مسلحاً، وبوتين يتهمه بخيانة روسيا. عصيان محدود أم مؤامرة خارجية؟ تعزيزات عسكرية سورية إلى شمال البلاد بعد توتير لهيئة تحرير الشام. هل انتهت حالة خفض التصعيد؟ جدل في بغداد بسبب قانون العفو العام ورفض قوى سياسية له. إلى أين يتجه المشهد في العراق؟ في وثيقة اليوم، دراسة تحذر من انهيار خمس النظم البيئية حول العالم بما فيها غابات الأمازون. في قضية اليوم، الاستخبارات الأمريكية تبرئ الصين من تهمة كورونا. كيف تم تسييس ملف منشأ الوباء سنوات وتشويه سمعة الدول؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.